بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى كتاب يلي غي كومبروندر. طبعا كنا قد انتهينا مع لا لاتر دو بار. هذه الفقرة إن شاء الله سنرى رسالة من نوع آخر، إذا نتكلم عن لا لاتر دانفيس، رسالة ابنين. لا لاتر دانفيس، إذا رسالة ابنين، رسالة من ابن إلى أحد والديه. Un aviateur envoie cette lettre à sa mère. Un aviateur envoie cette lettre à sa mère. Et donc, nous parlons d'un aviateur. طبعاً l'avion, طائرة. Un aviateur, طيار. أو ملاح جوي. Un aviateur envoie cette lettre à sa mère. Et donc, هناك طيار يرسل هذه الرسالة إلى أمه. Envoie, c'est le verbe envoyer. Envoie. C'est le verbe envoyer. هذا فعل أرسل. Un aviateur envoie cette lettre à sa mère. طيار أرسل هذه الرسالة إلى أمي. ثم عندنا quand d'avoir octobre 1922. Quand d'avoir octobre 1922. Quand نتكلم عن معسكر. Avoir معسكر avoir octobre 1922. طبعا نعود إلى سنة 1922 من الشهر العاشر منها. إذا نتكلم عن الشهر العاشر من سنة 1922. يقول هنا هذا الإبن: ما بتيت مامون، جو فين دو غولير فوتخ لاتخ دو لاتر جور سي بلان دو توندريس. ما بتيت مامون، كوم جو فودغي إتر أوبخي دو فو، سي فو سافي كوم شاك جور جابخون أن بو بليس أو زيمي. إل في بون إي دو سو سوار، مي جو سوي تخيست، جو نو سي با بوركوا. جي غون بزوا دو روبو. Et de votre présence auprès de moi. Idem, ma petite maman. Comme on a dit, on est sagir. On a dit, le maqsoubé, on a, sera, le temlih, ou sera, le tahbib. Comme on a dit, on a dit, on a dit, comme on a dit, on a dit, sera, le temlih, ou le tahbib. Ma petite maman, je viens de relire votre lettre de l'autre jour, si pleine de tendresse. Je viens de lire. قرأت قبل قليل. طبعا كما ذكرنا فيما سبق بأن هذه صيغة ديال لو باسي غيسون، كما ذكرنا فيما سبق بأن هذه صيغة ديال لو باسي غيسون تنستعمل فيه لو فيرب فينيغ كمساعد. جو فيان دو غولير، جو فيان دو سوغتيغ، جو فيان دو بارلي. إذا نستعمل الفعل اللي غيجي من بعد منه بعد دوه تيكون الانفينيتيف، ولكن في الحقيقة هو المعني بالأمر. قرأت قبل قليل، طبعا لو فيغ فينيغ هو جاء عندما يأتي الفعل لوحده، يعني جاء. جو فيا دو ليكول، جو فيا دو ليكول، أنا آتي من المدرسة، أنا أتيت من المدرسة، ولكن جو فيا دو ليغ بعده فعل هكذا. إذا هذا فعل مصرف، مصرف في لو باسي غيسون، يعني أنني قمت بهذا الفعل قبل قليل. Je viens de relire. Anna, قرأت قبل قليل votre lettre, رسالتك de l'autre jour, اليوم الآخر. أكيد أن الرسالة أتت قبلا، أتت فيما قبل. وقرأها الإبن، لكن هنا يعيد قراءتها مرة أخرى. Je viens de relire. قرأت مرة ثانية. إذن أنا قرأت قبل قليل مرة ثانية votre lettre, رسالتك de l'autre jour, لليوم الآخر. si plein de tendresse, si plein, الجد مليئة de tendresse, بالحنان والعطف. ma petite maman, أميمتي كما نقول, comme je voudrais être auprès de vous. كم طبعا كم ممكن أن تأتي لتشبه، نقول مثلا je suis comme lui, je suis comme ça. أنا كهكذا، أنا مثل هكذا. إذا كوم تستعمل للتشبيه، وممكن أنها تأتي أيضا بصيغة كوم، يعني عندما. أما هنا فتأتي للتمني. كوم جو فودغي إتر بخي دو فو، كم أنا أريد أن أكون قريبا منكم أو بالقرب منكم. بخي قريبا، أو بخي كما نقول بالقرب. دوفو بالقرب منكم. إذا هو يتحدث عن أمه، يقول لها كم أنا
أريد أن أكون بالقرب منكم. كوم جو فودغي إتر بخي دو فو. وكيما تنشوفو هنا عندنا لو فيرب فولوار مصرف في لو كونديسيونيل بريزون، تيجي للتعبير عن الشك للتمني، نتكلم عن أشيائين لا تحصل في الواقع. هنا يتمنى، وهذا الأمر غير متاح، أن يكون بالقرب من أمه. ما بوتيت ماما كوم جو فودغي إتر بخي دو فو، كم أنا أريد أن أكون بالقرب منكم. سي فو سافي نعدنا لو فيرب سافواغ مصرف في لامبارفي، لو أنكم كنتم تعرفون. كوم شاك جور أيضا هاد كوم اللي عندنا هنا تأتي بمعنى كومبيان. كومبيان شاك جور، كم أنا في كل يوم. جابخون طبعا عندنا لو فيرب أبخوندغ جابخون، أنا أتعلم. لو أنكم تعلمون كم أنا في كل يوم أتعلم، ماذا أتعلم؟ أن بو بلوس أفوزامي، يعني كما نقول شيئا ما زيادة أفوزامي لأحبكم. المقصود هنا لو أنكم تعلمون يا أمي كم أنا كل يوم أتعلم أحبكم شيئا فشيئا، كما نقول أن بو بلوس شيئا ما زيادة، أن بو بلوس شيئا ما زيادة أفوزامي لأحبكم. إي في بون إي دو سو سواغ مي جو سوي تخيست جو نو سي با بوركوا. إيل في بون طبعا هنا عندنا لو فيغ أو بخيزون. إيل في بون طبعا غالبا لو فيغ أيضا يأتي في كثير من الصياغ للدلالة عن حالة الجو. إيل في بون نقول مثلا إيل في شو، يعني أن الجو ساخن. إيل في فخوا أن الجو بارد. إيل في بو يعني أن الجو جميل. هنا إيل في بون كما نقول بأن الجو جيد. إيدو وأنه لطيف ولطيف. سوسواغ هذا المساء. مي إذن رغم أنه جيد ورغم أنه لطيف هذا الجو هذا المساء، مي جو سوي تخيست لكنني أنا حزين. جو سوي تخيست، مي جو سوي تخيست ولكن أنا حزين. جو نو سي با بوركوا أنا لا أعرف لماذا. أنا أيضا عندنا لو فيرب سافواغ هو اللي عندنا هنا سافي وسافي. هنا عندنا جو سي، هنا مصرف البريزون. جو سي تي سي إيل سي نو سافون فو سافي إيل ساف إيل ساف. هنا عندنا لو فيرب سافواغ مصرف في لامبارفي، هنا عندنا لو فيرب سافواغ مصرف في البريزون. جو نو سي با أنا لا أعرف الآن. بوركوا لماذا؟ أنا لا أعرف لماذا أنا حزين. إيل في بون إيدو سو سواغ مي جو سوي تخيست جو نو سي با بوركوا جي غون بزوا دو روبو. إذن أكيد السبب هو هذا جي غون بزوا دو روبو، أنا عندي حاجة كبيرة للراحة. أنا عندي حاجة كبيرة للراحة. إي دو فوتخ بريزونس إي دو فوتخ بريزونس ولحضوركم. طبعا عندما ينادي الأستاذ على التلاميذ ليعرف المتغيب من الحاضر، إذا التلميذ يقول بريزون، التلميذة تقول بريزونت يعني حاضر حاضرة. هنا عندنا لا بريزونس يعني الحضور، نتكلم عن الحضور حضور الأشخاص. إذا هنا الإبن يحتاج إلى الكثير من الراحة. يقول هنا جي غون بزوا أنا عندي حاجة كبيرة دو روبو للراحة. نتكلم أحيانا عن لو فيرب سوبوزي فعل استراحة، ولكن لو روبو الراحة. جي غون بزوا جي غون بزوا دو روبو إي دو فوتخ بريزونس، أنا عندي حاجة كبيرة للراحة. إي دو فوتخ بريزونس إي دو فوتخ بريزونس ولحضوركم. أو بخي دو موا بالقرب مني، بالقرب مني. مرة أخرى عندنا أو بخي بالقرب كما عندنا هنا أوبخي دو فو أوبخي دو فو بالقرب منكم. جو فودغي إتر أوبخي دو فو جو فودغي إتر أوبخي دو فو أنا أريد أن أكون بالقرب منكم. هنا عندنا جي غون بزوان دو فوتخ بريزونس أوبخي دو موا أنا عندي حاجة كبيرة لحضوركم بالقرب مني. إذا كما قلنا ما بوتيت ماما جو فيان دو غولير فوتخ لاتر دو لاتر جور سي بلان دو طوندريس. Ma petite maman, comme je voudrais être auprès de vous.
Si vous saviez comme chaque jour, j'apprends un peu plus à vous aimer. Il fait bon et doux ce soir, mais je suis triste, je ne sais pas pourquoi. J'ai grand besoin de repos et de votre présence auprès de moi. Écrivez-moi, vos lettres me font du bien. C'est de la fraîcheur qui m'arrive. Ma petite maman, comment faites-vous pour trouver les choses si délicieuses que vous dites? On en reste ému toute la journée. J'ai autant besoin de vous que lorsque j'étais tout petit. Comment ai-je pu vous faire pleurer quelquefois? Quand j'y pense, je suis si malheureux. Je vous ai fait douter de ma tendresse. Et pourtant, si vous le savez, maman. Eden, écrivez-moi. Iktubili. On a une dana. Oktubuli. Eden, tabani, استعمل صيغة الاحترام كما تلاحظوا مع أمي. يتكلم معها بصيغة الجمع. Écrivez-moi. Oktubuli. ولكن المقصود هنا, iktubili. Vos lettres me font du bien. رسائلكم. تتكلم بحالة واحد المجموعة ديال الأشخاص كل واحد ورسالته. فوليتر رسائلكم ولكن المقصود رسائلك مفهوم دي بيان يفعلون لي كما نقول خيرا او شيئا جميلا الى غير ذلك المقصود بان رسائلك يؤثرون في فوليتر مفهوم دي بيان رسائلكم مفهوم دي بيان يفعلون لي دي بيان طبعا لو بيان ممكن انه يعني الخير ممكن أن يعني أي شيء جميل أي شيء جميل سي دو لا فريشور سي دو لا فريشور طبعا لا فريشور المقصود به الفتوة نتكلم عن شيء بأنه فريش يعني أنه بارد أو جديد أو طري سي دو لا فريشور كيما غيف إذا يتكلم هنا يقول سي دو لا فريشور كيما غيف إنه من الطراوة كما نقول أو من التجديد أو من الحيوية المستجدة كما غيف التي تحصل لي طبعا لو فيرب أغيفي ممكن أنه يعني وصل نتكلم عن لاغيفي يعني الوصول وممكن أغيفي أنه يعني حصل كما غيف إذا أتى بهذا الشكل سي دو لا فريشور كما غيف عندما تصل هذه الرسائل من أمي يحس بنشاط يتجدد فيه سي دو لا فريشور كما غيف إنه من الطراوة أو من الفتوة أو من التجديد كيما غيف الذي يحصل لي الذي يحصل لي ما بتيت ماما كومو فيت فو بور تروفي لي شوز سي ديليسيوز كو فو ديت أميمتي كومو فيت فو كيف تفعلين كيف تفعلون عندنا هنا كيف تفعلون بور تروفي لي شوز سي ديليسيوز لتجدي الأشياء الجد شهية يعني أميمتي شنو تتعملي باش تتلقاي هاد الأشياء الشهية شنا هي هاد الأشياء الشهية ما هي هذه الأشياء الشهية كفوديت التي تقولينها إذا المقصود هنا كيف تفعلين لتجدي الكلمات الشهية الكلمات الجذابة كفوديت التي تقولينها كيفاش تتعملي باش تتلقاي هاد الكلام الشهي ما بتيت ماما ما بتيت ماما كومون فيت فو بور تروفي لي شوز سي ديليسيوز كو فو ديت اون غيست ايمي توت لا جورني طبعا ايمي يعني متاثر اون غيست ايمي يعني اننا نبقى منها اننا نبقى منها ايمي متاثرا انا تنبقى منها متاثر توت لا جورني كل اليوم يعني ان هذا الكلام الذي تقولينه يؤثر في كل اليوم جي اوتون بزوا دو فو كو لوسكو جيتي تو بوتي جي اوتون بزوا دو فو كو لوسكو جيتي تو بوتي كومون ايج بي فو فير بلوري كيلكو فوا جي اوتون بزوا دو فو انا عندي حاجه كبيره لك كو لوسكو جيتي تو بوتي كما عندما كنت انا جد صغير يعني انا الان عندي حاجه لك تماما كما كنت في حاجه اليك عندما كنت صغيرا لاحظوا هنا جي اوتون بزوا دو فو كو جيتي تو بوتي نو زافون ديجا في دي فراز بو كومباري اذا طبعا يتحدث الكتاب هنا بانهم من قبل قاموا بجمل
pour comparer للمقارنة. طبعا للمقارنة نستعمل كلمات للمقارنة. Nous avons déjà fait des phrases pour comparer. إذا نحن قمنا بجمالين فيما سبق للمقارنة. La comparaison, la comparaison مقارنة. Comparer, قارنة. Nous avons utilisé des expressions telles que. Nous avons utilisé des expressions telles que. نحن استعملنا عبارات مثل plus que. طبعا للمقارنة أيضا moins que. كما نقول هنا plus que أكثر من. Moins que أقل من. Aussi que أيضا مثل. أيضا مثل. Aussi simple avec des adjectifs. إذا طبعا aussi تستعمل مع النعوت مع الأوصاف. نقول مثلا il est aussi grand que moi. هو أيضا كبير comme moi. مثل أنا. إذا نستعمل هاد aussi. Il est aussi grand que moi. إذا هو أيضا كبير مثلي. Autant simple avec des noms. Autant تستعمل avec des noms. تستعمل مع أسماء. J'ai autant de bi que toi. أنا عندي من الكلال تنتكلموا على البي que toi. مثلك. يعني تنتكلموا على العدد أنا. J'ai autant de bi. أنا عندي أيضا من الكلال que toi. مثلك. Ou avec des expressions verbales. أو أنها تستعمل هاد autant مع عبارات verbal فعلية. J'ai autant envie que toi. دالي أو سينما. أنا أيضا عندي رغبة لونفي الرغبة. جي أوتون أونفي. أنا عندي أيضا الرغبة كو توا مثلك دالي أو سينما للذهاب إلى السينما. جي أوتون بزوا كو توا دو. أنا أيضا عندي من الحاجة كو توا مثلك دو لي. ثم نقول ما هي هذه الحاجة. إذا جي أوتون بزوا كو توا دالي أو مارشي. مثلا أنا عندي أنا أيضا عندي حاجة مثلك للذهاب إلى السوق. إذا نستعمل هاد كو. أيضا هنا عندنا هاد أوتون تستعمل بنفس الطريقة للمقارنة. هذا الإبن طبعا لا يقارن نفسه بشخص آخر بل يقارن نفسه الآن بحاله عندما كان صغيرا. جي أوتون بزوا دوفو. أنا عندي حاجة أيضا لك كو لوسكو. يعني مثل لوسكو جيتي تو بوتي. يعني مثل عندما أنا كنت صغيرا. كومون إيج بي فو فيغ بلوغي كيلكو فوا. إذا كيف لي أستطيع أن أجعلك تبكي أحيانا. طبعا عندما كان صغيرا كانت تصرخ علي أمه وأحيانا تبكي. Comment ai-je pu vous faire pleurer quelquefois? كيف لي أستطيع؟ طبعا هنا عندنا الـ verb pouvoir ولكن عندنا بالأحرى هنا le participe passé du verb pouvoir. نقول j'ai pu أنا استطعت vous faire pleurer. أنا استطعت أجعلك تبكي. ولكن ماذا يقول ابننا؟ Comment ai-je pu vous faire pleurer quelquefois? كيف لي أجعلك تبكي quelquefois أحيانا؟ Quand j'y pense عندما أفكر فيه. المقصود هنا كون جو بونس. كون جو بونس أسولا. عندما أفكر في هذا. هذيك أسولا عوضنا بهاد إيكغيك. كون جي بونس عندما أنا أفكر فيه جو سوي سي مالوغو. أنا أكون جو سوي أنا أكون سي مالوغو. جد حزين جد حزين. جو فوزي في دوتي دو ما توندغيس. جو فوزي في دوتي دو ما توندغيس. أنا جعلتك تشكين في حنوني وفي عطفي. أنا بهذا الفعل عندما كنت صغيرا أجعلك تبكي. أكيد أنني كنت أجعلك تشكين. طبعا الفيرب دوتي فعل شك ومن لدوت الشك. جو فوزي في دوتي دو ما توندريس. أنا كنت أجعلك تشكين في حنوني. إي بورتون ومع ذلك سي فو لو سافي مامون. سي بون سافي مامون. ليتك تعلمين يا أمي. ليتك تعلمين مثلا أنني ليس كذلك. إكخيفي موا. فوالاتخ مفوندي بيان. سي بون فخيشور كي ماغيف ما بوتيت مامون.
Comment faites-vous pour trouver les choses si délicieuses que vous dites? On en reste une nuit toute la journée. J'ai autant besoin de vous que lorsque j'étais tout petit. Comment ai-je pu vous faire pleurer quelquefois quand j'y pense? Je suis si malheureux. Je vous ai fait douter de ma tendresse. Et pourtant, si vous le saviez, maman. إذا سنستكمل مع الرسالة في الفقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.